إذا مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من جديد. يوم أمس كنا قد عرضنا حالة للطفل محمد. محمد يعاني من تخلف عقلي شديد، وكان قد تعرض لإساءة في أحد المراكز. طبعا يعني إحنا تحدثنا مع الأهل في هذه القضية، وأيضا يعني كانت موجودة معنا مديرة المدرسة. اليوم نحكي بشكل عام ليس فقط عن محمد، لأنه الحالات أحيانا تتكرر فيما يتعلق بحقوق الأطفال تحديدا اللي عندهم تحديات أو اللي عندهم يعني إعاقات مختلفة. يعني يمكن عبر السنوات الماضية هذا الملف تم طرحه أكثر من مرة، حتى جلالة الملك يعني أبدأ استياءه في مرحلة من المراحل، ويعني يمكن أيضا كان في متابعة. لكن شو وضع الأطفال اللي عندهم إعاقة اليوم؟ هل في بالفعل نسب واقعية بالأرقام، معلومات قديش في عنا نسب للإساءة؟ هل في آليات رقابة أيضا يعني للمراكز اللي بتم التأكيد إنه حدث فيها إساءة؟ الواقع الحقوقي لهذه الفئة العزيزة أيضا على قلوبنا شو هو؟ التفاصيل راح تكون من خلال ضيفتنا الناشطة في حقوق الإنسان والمحامية الأستاذة هنزات الدل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. يعني إحنا اليوم كنا نتحدث بالعموم وما بدنا نخصص الحديث فقط على الحالة يعني اللي وصلتنا يعني آخر يومين، لكن يعني بشكل عام شو بتحكي اليوم عن الواقع الحقوقي للأطفال اللي عندهم إعاقة، ولماذا نشعر أحيانا أنه يعني بتم استهدافهم أكثر من غيرهم من الأطفال من ناحية الإساءة للأسف يعني في عند البعض؟ طبعا احنا بالتأكيد لا نعمم، يعني بلادنا فيها الخير وفيها الإنسانية، ولكن نشعر أنهم حلقة أضعف قد يكون. صباح الخير، يسعد صباحكم، صباح المشاهدين. أنا بدي أشكر قناة الأردن لتسليطها الضوء على هذا الموضوع. الأردن اليوم لتسليطها الضوء على هذه الشريحة أو الفئة اللي هي أصبحت تقلق الجميع. بداية إنه هاي الشريحة، أنا مبارح عم بقرأ تقرير على النت إنه بحدود 600 مليون شخص عندهم أشكال متنوعة من الإعاقة حول العالم بالعالم، وأكثره وحوالي 200 مليون طفل هاي الشريحة أكثر وجودها بدول العالم الثالث، هي اللي نسميها الدول النامية، هاي اللي بتكون فيها الأكثر فقرا. نعم. الأكثر فقرا. نعم. على أساس اللي بتعرفي أنت الشخص المعاق هو بحاجة لعلاج وإلى حماية وإلى صح. تربية. صح. من هون كمان الأسباب، يعني سامحيني على المقاطعة، ولكن الأسباب أحيانا في الدول النامية بتكون لأنه في يعني موارد شحيحة، ومرات أكيد. أيضا في التوعية، لأنه قضية الوراثة أيضا تلعب دور يعني، وتحديدا في بعض الإعاقات، ومرات ما في حتى فولو أب يعني على الحمل أو ما قبل الحمل. ما هي الإعاقة لأنه ممكن أن تكون خلقية أو غير خلقية، فيش مصاري يعني أو الواحد ممكن كمان أن تأثر البيئة. أنت زي ما تفضلتي أنه المرأة الحامل لها رعاية، صح، يجب أن تتوفر لها في هاي، إذا ما كانت فيها رعاية من ناحية صحية من ناحية أكلها وكذا، فبخلق هيك عندها أنه الطفل يعني مش صحيح. نعم. عنده تحدي. عنده تحدي. نعم. هلأ إحنا بالأردن اهتم جلالة الملك بهاي الفئة الشريحة المعاقين، واهتمت كمان هذا الملف دائما جلالة الملك بيفتحه على أساس الحد من الإساءة. طبعا. لهذه الفئة اللي بدنا نحكيها يعني يمكن بشكل عام انها تكون مهمشة الى قدر ما، زي ما انت تفضلتي انه ما بتتوفر التوعية الصحيحة او المشرفين على هذه الفئة. واهتمت كمان بشكل عام جلالة الملكة رانيا بالعناية بالأطفال والحد من الإساءة لهم. طب من وجهة نظرك يعني مع كل هذا الاهتمام الملك،
حركه وهنالك اراده ايضا، ولكن للاسف لازلنا نسمع عن العديد من الحالات. يعني هل مثلا السبب انه والله انعدمت الانسانيه يعني عند البعض؟ هل السبب انه للاسف ما عندنا قد يكون بناء قدرات جيده للاشخاص اللي بيتعاملوا معهم؟ الاشخاص يعني عندهم ظروف معينه، ممكن يكون الطفل هايبر، ممكن الطفل ما عنده ادراك، بيكسر، بيضرب، اكيد يعني. ولا يعني ليش هم هذه يعني هالحلقة الأضعف؟ إيش صار بإنسانية البعض من وجهة نظرك؟ شوفي، هي حثت كل الشرائح السماوية وتعاليمنا السماح بالعناية بالأطفال، إن هم الأطفال هم هش زي ما أنت حكيتي، أو هي الحلقة الأضعف. ولكن هلأ مع التقدم إنه في لهم حقوق، حقوق الإنسان، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، اتفاقية حقوق الطفل، هي صاروا يعني هم مش إنه هم بحاجة إلى رعاية وعناية حسب الاتفاقيات. بس لكن إنه في عندنا شغلة، إنه سن الاتفاقيات والتشريعات لحالها لا تكفي طبعا. لازم متابعة لها، ضوابط وآليات رقابة. وشغلة تانية إنه التثقيف بهاي التشريعات، تثقيف للمؤسسات، للنفس أهالي ذوي الإعاقة، التثقيف للي بده يشتغل مع هذه الفئة، تثقيف بالمدارس، بالمراكز، دور التنمية الاجتماعية، الرقابة الحثيثة اللي لازم تكون. بعدين يعني أنت زي ما حكيتي إنه الإنسان لازم يحط أمامه إنه مخافة الله بهذا الطفل. يعني إذا الطفل العادي إنك أنت لازم يتوفر إله رعاية وحماية، فما بالك بالطفل المعاق الذي ما بيقدر إنه يعمل متطلبات حياته كأي بيقدرش يشكي، مسكين بيقدرش يتذمر، يعني إنه ما بيقدر ينمي قدراته أو يقوم بواجباته كنظيره من الأطفال التانية. وإذا تعرض للإساءة أيضا ولا حول له ولا قوة، يعني أكيد. كمان ما بيقدرش إنه يدافع عن نفسه في كثير من الأحيان للأسف. يعني حتى والله في هيك حالات بنشوفها للأسف من بعض يعني العائلات أنفسهم، لأنه زي ما حكيتي حضرتك الطفل اللي عنده أو البيت اللي فيه طفل عنده يعني تحدي معين أو إعاقة معينة، بده كل ساعة هالصدر، بده الواحد كمان يبني قدراته. مشان هيك احنا يمكن احترمنا كثير مثلا ام محمد او اهل الطفل محمد، انه اولا شوفي ما خلفوا غير اخ لإله. هلا في يعني ضائقه ماديه، بس انت بتعرفي يعني بمعظم يعني الحالات او بجيوب الفقر، هي جيوب عرفتي او جيوب الفقر، حتى لو يعني ما فيش هداك السورس المادي، ولكن بتشعري انهم مثلا بخلفوا يعني اكثر. وبالرغم من انه 250 دينار يعني معونه وطنيه يمكن نصها بيروح اكيد لا ما بتكفي محمد. اكيد ما بتكفي كفي. اكيد ما بتكفي. فيعني زي ما حكينا، لانه زي ما انت قلتي هذا ال 250 دينار اللي بتصرف لهم اياهم المعونة الوطنية مع غلاء الأسعار والطفل المعاق والطفل المعاق كمان بحاجة لرعاية صحية. يعني دائما طبعاً. أنا أنت زي ما حكيتي، أنا مبارح كتير احترمت أمه للطفل اللي قالت أني أنا إذا أخطأت بحق ابني أني أنا بتأسف له. الثاني الطفل الثاني اللي عمره 8 سنين اللي عمره 8 سنين قالت أني أنا بتأسف له إذا أنا أخطأت بحقه، بس لأنه سليم وعم تعطي عشان بس الناس تكون عارفة اللي ما حضرت، لأنه هي عندها طفلين، محمد 10 سنين عنده الإعاقة، 8 سنين ثابت اللي سليم يعني متعافي، الله يشفيها يا ربي ابنها محمد. فقالت بالحرف الواحد أنا بجور عليه واعتذرت له قدام العالم للطفل السليم. نعم بالفعل، يعني أم بتكون هاي مثالية، وبين وينك يعني لازم نشعر معها والله يعينها. الله يعينها على هذا الوضع. يعني أنا بوجهة نظري يعني الأسرة مسؤولة، المجتمع المدني مسؤولة، الحكومات، منظمات المجتمع المدني، يعني الكل مسؤولة، لازم تتكاثف حول هذا الموضوع اللي هي هاي الشريحة اللي هي زي ما أنت تحدثتي إنه لا حول لهم ولا قوة فعلا. ومن جميع النواحي لسه لو الإمكانيات المادية أفضل يمكن بيقدروا أكيد. إنهم يعني يتابعوا أو يضعوهم في مراكز يعني يكونوا متأكدين منها قد يكون أكثر. إن شاء الله راح يكون لنا اتصال مع وزارة التنمية، ولكن هذه المدرسة تحديدا يعني تم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم، مش جمعية تابعة لوزارة التنمية. بس مش غلط كمان إذا شبابنا بالجاليري بيحاولوا مثلا لقونا حدا بوزارة التنمية، لأنه كان في مطلب لوجود جمعية أو مركز داخل بلدية جديدة.
يعني حضرتك كنت عم تحدثي بأرقام إنه 200 مليون في الدول النامية. نعم. إحنا بنحكي عن منطقة 20,000 تقريبا فيها 300 طفل عنده إعاقة، يعني النسب كمان عم بتكون واحد قديش بتكون 1% 1% تقريبا أو يعني تقريبا أو أقل يعني، بس إنه لازم يكون في كمان مراكز قريبة منهم جغرافيا. أكيد. على العموم إحنا مشرفنا جدا الأستاذ وليد العمري، وليد العمري وهو أو دكتور وليد العمري وهو مدير التربية والتعليم في لواء القصبة في إربد. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا الأستاذ علي دويري مدير التربية. علي دويري أنا ليش خربشت كل هال، أنا حسيت حالي خربشت بس يمكن الموضوع لأنه ما خد يعني منا هيك شوية أفكار وما حدا صححني كمان. نعتذر منك شديد الاعتذار الأستاذ علي دويري، يعني صدقا سامحنا على هذا يعني الخطأ، وشاكرين جدا تواجدك معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي. وأنا سمعت من الأهل إنه حضرتك تواصلت معهم وأيضا تواصل معهم وأيضا تواصل معهم الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، وحكيته بالحرف الواحد إنه هذا ابننا وإن شاء الله رح تفتحوا لجنة تحقيق. بداية أستاذنا الكريم، قديش بترصدوا حالات قد يتعرض فيها الأطفال اللي عندهم تحديات للإساءة، وكيف بيتم التعامل مع هذا الملف؟ بداية صباح الخير إلى كل المستمعين والمشاهدين في قناتكم الكريمة. الأمر الثاني أنه الحالات التي ترصد عندنا في وزارة التربية والتعليم أو التي تحصل فيها مثل هذه الحالات هي قليلة جدا، لكن إحنا تحديدا خلينا نتحدث عن الحالة الموجودة بلدينا حاليا. نعم. الحالة الموجودة بلدينا حاليا مدارس وزارة التربية والتعليم تعنى بذوي الاحتياجات المقصود فيها اللي عندهم حالات بطء تعلم أو صعوبات تعلم أو توحد يمكن؟ حتى التوحد الشديد له مراكز خاصة فيه، لكن هي سياسة في وزارة التربية والتعليم لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة من بطء التعلم وصعوبات التعلم مع الطلبة العاديين. مزبوط. خلينا نفصل بين حالتين. هلا الحالة الأولى طبعا تم التواصل مع أصحاب العطوفة الأمناء العامين في وزارة التربية، الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. نعم. وأيضا تم التواصل، أنا تواصلت من جهتي مع ولي الأمر. مزبوط. وحكالي ولا نعم. لنتأكد أولا من حالة الطفل. أولا الطفل محمي بنظام الخدمة المدنية، المادة 68 منه تحمي الطفل والإساءة للطفل، لا يجوز الإساءة للطفل، لا الإساءة اللفظية ولا الإساءة المعنوية. نعم. ولا حتى الإهمال، ما الإهمال نوع من أنواع الإساءة أو العنف. مزبوط. ولا حتى الإهمال. كما أن الشريعة الإسلامية وجميع الاتفاقيات الدولية أكدت على حماية حقوق الطفل. في وزارة التربية والتعليم أنا مثلا إلي مدير في تربية القصبة لحالة 3 سنوات، الحالات التي حصلت للأطفال هي حالات بسيطة جدا وحالات يعني لم يتم حالات اعتداء شديدة على أي طفل في المنطقة خلال وجودي. نعم. في هذه المنطقة. طب أستاذنا الكريم، في استكمال أنا بس بدي أسأل حضرتك، هلأ أنت حكيت أنه يعني نهج وزارة التربية والتعليم هي هذا الدمج ما بين التحديات الخاصة اللي لها علاقة ببطء التعلم أو التوحد الخفيف أو غيرها مع أقرانهم من الطلاب، وهي طبعا محمودة ومحمودة جدا، لأنه يعني ممكن يكون الطفل بس أنه ضعيف سمع ولكن فلتت زمانه يعني زي ما بيقولوا، فهذا الدمج أساسي. طب على أي أساس بتم ترخيص مراكز من التربية والتعليم وتتعامل مع حالات الإعاقة أو التخلف العقلي الشديد؟ هذا بالنسبة لهذه المدرسة تحديدا، هذه مرخصة مدرسة وليست مركز، ومرخصة مدرسة للتعامل مع الطلبة العاديين، وإذا كان في حاجات حالات من الطلبة عندهم حالات بطء تعلم أو صعوبات تعلم زي المدارس الحكومية. أما لذلك هذا ما نريد أن نتحقق منه هذا اليوم. طلبت من ولي الأمر يجي يتقدم شكوى عندي وسيتم التعامل مع الحالة بكل دقة ومصداقية. نعم. هلا إذا حالة الطفل أو هناك حالات أطفال عندهم إعاقات عقلية شديدة، هذه المدرسة لا يجوز استقبال هذه الأطفال في هذه المدرسة. نعم. ولكن هي باعتراف يعني المديرة، وهلا على فكرة عم تحاول أيضا تتواصل مع البرنامج وإن شاء الله بتكون معنا على الهواء مباشرة، هي عندها حالات إعاقة شديدة ومتوسطة وخفيفة، وبتعامل مع حالات متلازمة داون ويعني غيرها من الحالات. فهل كلام حضرتك يعني إنه هذا الترخيص يمكن ما كان لازم يكون موجود في هذه المدرسة؟ أنا زرتها في بجوز قبل سنة أو سنة ونص، زرت هذه المدرسة للاطلاع على بعض هذه الحالات. ما لاحظت أنه عندها حالات
يعني شديدة، عقلية شديدة. أنا اعتقدت من خلال هذه الزيارة، لكن لم يعني أبحث في كافة التفاصيل المتعلقة في ترخيص المدرسة. نعم. لأنه أنا مريت شفت الحالات اللي عندها واطلعت على حالات الدمج الموجودة عندها. طب متلازمة داون ممكن يعني يتم ممكن أنها تستقبلها في المدرسة إذا بدنا؟ هذا ما يتم سيتم التوصل إليه من خلال تشكيل قانونيا أستاذي، قانونيا الأصل إنه في المدرسة التابعة أو المرخصة من وزارة التربية والتعليم أن لا تتعامل مع حالات الإعاقة العقلية الشديدة أو متلازمة داون، صح أم خطأ؟ لا صحيح، لأنه هذا باعترافها هي المديرة، يعني يوم أمس قالت إنه يعني الطفل عنده تخلف عقلي، أنا مثلا كنت سامعة من الأهل إنه تخلف عقلي شديد وأنا شفته، يعني لا الطفل محمد كان جالس أمام طفل آخر عنده متلازمة داون ومن خلال اللعب بالقداحة كما قالت يعني، والقضية منظورة أمام القضاء، صار في هذا الحادث من وجهة نظرها. وقت العزيزي سيصار إلى تشكيل لجنة تحقيق بعد قليل بعد وصول ولي الأمر، وسيتم التعامل مع الحالة بكل مصداقية. ألا إذا عند حالات إعاقة عقلية شديدة أو متلازمة داون أو أي حالات لا يسمح بوجودها في هذه المدرسة، سيصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق هذه المدرسة. طب شو ممكن تكون الماكسيمم للإجراءات؟ يعني هل بيتم مثلا سحب الترخيص، لفت نظر؟ حسب الحالات اللي عندها، هلا هي مرخصة كمدرسة للتعامل مع حالات الطلبة العاديين، وإذا في هناك حالات دمج بسيطة للصعوبات أو بطء التعلم هذه أمور عادية في وزارة التربية. أما إذا كان الشريحة اللي عندها من الطلبة كلهم من المتلازمة داون والحالات العقلية الشديدة، الحالات العقلية الشديدة، فبالتالي يجب أن يتم اتخاذ إجراءات في حق هذه المدرسة حتى لو أدى الأمر إلى إغلاقها وإعادة ترخيصها من أي جهة تتبع إليها بوزارة التنمية أو غير ذلك من جهات أخرى. نعم، هلأ كمان في سؤال لحضرتك، هلأ هي طبعا مبارح ذكرت أنه يعني تتعامل مع الحالات العقلية يعني بمختلف حدة يعني هذا التخلف اللي بيكون موجود عندهم، ولكن سؤال آخر لحضرتك، هذه المدرسة هي مدرسة خاصة مزبوط، فهي ايضا بتكون المفروض انه تابعه لوزاره التربيه والتعليم، صحيح؟ صحيح. طيب اللي صار ايضا يعني كيف اتعرفوا على المديره فردان انه كانت هي موجوده في ندبه معينه، ابو لمحمد يعني بالرغم من يعني اليوم رح تشوفه بالرغم من وضعه الصحي الصعب والمالي ايضا المتعثر جدا لانه بيتقاضى معونه وطنيه، ولكن دائما يتابع بالمستجدات، تعرف كل واحد فينا بده الافضل لابنه، فهو ذهب سمع هذه السيدة الفاضلة، وإن شاء الله يا ربي أنه يكون سوء تقدير، إحنا كنا نتمنى عليها أنه فقط يعني تعتذر بيمكن طريقة خالصة للأهل، كان القصة يمكن راحت، ولكن سمعها وبعدين عملت هي زي مثلا تسويق بالتأكيد للمركز تبعها، وأيضا يعني رجع هو على جديد بلدته، وتخيل يعني هنا سوقوا أيضا يعني المدرسة ونشاطاتها لطفل آخر في جديدته، فيعني كمان قديش نحن في أهمية الأشخاص القائمين على هذه المدارس تكون متأكدين أيضا من البروفايلز تبعتهم وطرق يعني تسويقهم فرضا لمراكزهم. أو أولا يعني أنا كنت متألم جدا لما سمعت من ولي الأمر أنه كيف تم التعامل مع الحالة، وأحضر ابن من جديدة لهذا المركز لاعتقاده أنه هذا المركز يعني مخصص للتعامل مع هذه الحالات. نعم. هذه نقطة كانت ملفتة للنظر من خلال حديثي معه. الجانب الثاني، عملية الترخيص للمدارس بتتم ضمن شروط لإدارة المدرسة، والشروط مؤكد أنها منطبقة عليها حتى تم ترخيصها لمدرسة. نعم. وأنا بعدني بأكد أنه على أنه هذه مدرسة وليست مركز. نعم. مدرسة. إذا كانت قلبة العمل في هذه المدرسة، طبعا احنا معيار الاساسي في هذا الجانب سيتم التعامل معه هذا اليوم مدى تطبيقها للمناهج وزارة التربية والتعليم. نعم. لان هذه مدرسة مرخصة من الاول اول وثاني فقط لا غير. طب دكتور، اذا كانت كونها مرخصة من الاول والثاني، واذا كانت تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم، لا يمنع من اعطاء كتب اضافية او مهارات اضافية للطلبة اذا كان عندها طلبة في عندهم حالات صعوبات.
ولكن ليس الإعاقة الشديدة أو متلازمة داون، هذا اللي فهمناه من حضرتك. بدنا نتمنى على حضرتك يعني أنك تبقى معنا أيضا، لأنه تواصلت معنا الأستاذة ابتسام الغول، ويوم أمس إحنا كنا نفرد لهم المساحة كاملة يعني في البرنامج حتى يعني تتحدث كمان بوجهة نظرها، ولكن للأسف انسحبت. ولكن هلأ حابين نسمعها وحضرتك على الهواء مباشرة. وأستاذة ابتسام أهلا وسهلا فيك مرة أخرى، يعني شكرا أنه حضرتك طلبتي أن تتواصل اليوم مع هذا البرنامج. هل من جديد؟ صباح الخير. أول إشي صباح الورد ستي. أول إشي بحب إني أعرف على نفسي. تفضلي. ابتسام إبراهيم الغول. أهلا وسهلا فيك. ماجستير احتياجات خاصة. أهلا وسهلا. ورسالتي بالتوحد البكالوريوس تربية خاصة. نعم. نائب مدير في المرصد الوطني لحقوق الإنسان. رئيس الجمعية بسمة شمس الخيرية. أهلا وسهلا. مستشار المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لحقوق الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة. تمام. أول إشي أنا رسالتي مختلفة تماما عما إنك بتسمعوا أو إنكم بتشوفوا. أنا رسالتي نبعت من داخلي أنا كأم قبل كل شيء. أكيد. أنا لما فكرت إني أنا بدي أعمل مدرسة للاحتياجات الخاصة، أنا بدي أرتقي بهاي الفئة، أطلعها من فئة العوز والحاجز. إني أنا بتعب على الطفل بيطلع منه. وأتذكر مبارح المقدمة اللي اتفضلت فيها السيدة إما محمد، اللي أنا صدقا يعني إني بتمنى لها كل خير يا رب. وإحنا كمان نفس الكلام اللي أنا أول ما جابت ابنها أنا هذا الكلام وصلت إلها وحكيت لها إياه بالحرف الواحد. أستاذ ابتسام يعني نقدر. لا لا معلمة، أنا بدي أدخل معاكي لصلب الموضوع. شكرا جزيلا. بنعرف البروفايل تبعك في غاية المهنية. هلأ إحنا اليوم بصدد قضية أخرى. أستاذة ابتسام يا ريت تسمعيني، لأنه أستاذة ابتسام لا لو سمحتي حضرتك تسمعينا. امبارح أعطيناكي كل المدة حتى تتحدثي. انت سحبتي اليوم التفصيل بدي أحكي فيه مع حضرتك بقضية واحدة، ومدير تربية والتعليم في لواء القصبة يتحدث عن يمكن عدم صلاحية تصريح المدرسة تبعتك اللي المفروض تتعاملي فيها انت مع تحديات خاصة خفيفة، ولكن حضرتك عم تتعاملي مع إعاقات. انت بتوجهي لي لا ستي ما بوجه لك اتهام مباشر. احنا بعيدا عن الترويج لنفسك، بعيدا عن الترويج لنفسك، لك كل الحق. يوم امس حضرتك انسحبتي وكنا فاردين لك ساعه كامله للتحدث. انك بدك توصلي ما كان عندك لا مصداقيه ولا كان. استاذه شكرا جزيلا، يعني اذا هذا رايك فينا نحترم هذا الاختلاف. اني انا اظلم الطرف المقابل. استاذه الطفل عندي انا اليوم من انا بدي تجاوبيني بطريقه أحكيلك. مباشره بعيدا عن مصداقيتي او مهنيتي او عدمها، لانه في في الناس المختصين هم اللي بيقرروها. طيب السؤال اليوم بعيدا عن الترويج لنفسك وللمركز. استاذه انك انت تيجي تطعني، انت تطعني انا ما طعنت بحدا. احنا ما اخذنا موقف، والمشاهدين شافوا. شوف التعليقات، احنا ما اخذنا موقف. ما الي انا في التعليقات، انا ما الي في التعليقات. طب معلش تجاوبيني على السؤال. انت ليش داخل اليوم؟ معلمة بتدرب طالب والطالب نفسه ارجع الى اول التقرير. احنا عم نتحدث اليوم عن ملف مختلف. احنا عم نتحدث اليوم. لا ما تسكروا الاتصال لو سمحتوا شباب بالجاليري. لانه انت عم تجاوبي. احنا حديثنا اليوم هل مدرستك مرخصة لا تحديات خاصة خفيفة مثل بطء تعلم او توحد، لانه هذا ما اكدوا فيه وزارة التربية والتعليم مش انا. وزارة الاعاقات. هذا جواب. طيب خليني اعطيك جواب. هي الترخيص معي مرخصة لا اعاقة عقلية بسيطة، إعاقة عقلية متوسطة. نعم. الطفل هذا إعاقة عقلية متوسطة. ومتلازمة داون شو هو؟ متلازمة داون شو هو؟ أنت بتحكي معك اختصاصيين. متلازمة داون من ضمن فئة الإعاقة العقلية. طيب خليكي معنا على الهاتف. بدنا نرجع للأستاذ علي دويري. أستاذ علي سامعنا؟
أول شيء سامحنا جدا على هذا النوع من أنواع النقاش، لم نعتد عليه، ولكن أنا كنت بدي ندخل في صلب هذا الموضوع، لأنه إحنا الملف غطينا مبارح والأستاذ الفاضلة هي اللي انسحبت، ولكن الست ابتسام تقول إنه مدرستها مرخصة للإعاقات البسيطة والمتوسطة، وهي قررت أو يعني يمكن أكيد عاملين تقييم إنه متلازمة داون لا تعد من الحالات اللي هي يعني إعاقات شديدة عقلية شديدة. ماذا تقول؟ رجعت للترخيص أمس، الترخيص مكتوب عليها مدرسة أرسن بسمة لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. رجعت لترخيص المدرسة أمس مكتوب عليها أرسن بسمة لذوي الاحتياجات الخاصة، لم يكن فيها هناك شغلة إعاقة عقلية أو إعاقات عقلية. شكرا، أكتفي بهذه الإجابة لو سمحت. بدي أرجع للأستاذة ابتسام والتي تشكك أيضا للأسف في مصداقيتنا ومهنيتنا. إذا أنت تؤكد أن هذه المدرسة غير مرخصة إلا للتحديات الخاصة البسيطة، للأسف غادرتنا يعني، وكأنه يعني مبارح انسحبت من الهواء مباشرة، اليوم انسحبت من الهاتف. احنا مش قصدنا ابدا التشهير، قدرنا جدا موقفها. يوم امس انها اجت واعطيناها كل المجال واثرت ان تنسحب، وقدرنا اتصالها اليوم، ولكن الاتصال بعد ما روجت لنفسها والبروفايل يعني اعطيناها دقيقة او دقيقتين، اعتقد هذا يكفي. احنا بنفوت لصلب الموضوع، الهواء عالميا الثانية بتنباع فيه بما بعرف قديش يعني الدنانير، مئات والوف الدنانير. شو بتعلق حضرتك يعني بعد ما سمعت انت ايضا توجه الأستاذة ابتسام؟ احنا اللي راح يبت بالأمر سيتم التعامل مع تشكيل لجنة تحقيق هذا اليوم إن شاء الله. نعم. وسيتم التعامل مع ترخيص المدرسة مع الحالات، وأنا وضعت في لجنة التحقيق متخصصة في حالات التربية الخاصة، وسيتم التعامل مع جميع التقارير الموجودة في ملفات الطلبة وجميع الحالات التي قبلت عندها في المدرسة. طيب. وفي ضوء ذلك سيصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب وبكل شد وقوة. نعم. حسب القوانين والتشريعات، لا نريد ظلم أحد. أكيد. ولا نحن نريد ظلم أحد، وهذا اللي عملناه إحنا في الأردن اليوم. أي مناشدة نتجاوب معها، ولن أخفي عليك ولن أخفي على المشاهدين إنه كتير في مرات تأتي مناشدات من المواطنين، ولكن لعدم كفاية الأدلة أو لأنه الطرف الآخر لا يقبل أن يكون موجود، للأسف ما بنعرضها، لأنه إحنا بنحافظ على مصداقيتنا. إحنا بعيدا جدا عن كل ما له علاقة ب يعني الفضائحيات وليس الفضائيات، يعني إذا بيسمحوا للمشاهدين بالتعبير. ولكن في مثل هذا الملف نتمنى على حضر انك تضلك مزودنا بهذه التفاصيل. ويعني للاسف الاستاذه ابتسام يعني حتى طعنت في مهنيتنا مصداقيتنا امبارح امام مرأة الجميع، كانت تهدد ايضا بصوت عالي. نقدر انفعالها ولا ناخذ يعني لا نعتب ابدا، يعني نقدر هذا الانفعال، ولكن انا لو كنت في مكانها ولن اكون يعني ولا سمح الله في اي يوم من الايام لكنت طلعت واعتذرت بقلب صادق، ويمكن انتهت المشكلة هون. يمكن الأهل زي ما سمعت منهم لو كان في اعتذار من قلب خالص ما وصلت القضية أصلا للمدعي العام، ولكن سبحان الله قد يكون هذا مهم حتى أنتم كمان تفعلوا من إجراءات الرقابة والآليات المتابعة. خلينا نتأنى ستي علينا يعني خلينا نتوصل إلى جميع الحقائق من خلال تشكيل هذه اللجنة، وإن شاء الله في ضوء النتائج اللي تطلع منها سيصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي شخص مقصر، سواء كان بحق الطفل إذا كان في تقصير بحق هذا الطفل، أو في استخدام الرخصة التي منحت من وزارة التربية والتعليم بطريقة غير منظمة، سيصار أيضا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد الانتهاء من لجنة التحقيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ علي دويري، يعني سنتواصل معك إن شاء الله أيضا في القريب العاجل. بدي بس أطلب من يعطيك ألف عافية، بدي أطلب من شباب الجاليري إذا في مجال يأمنوا لنا اتصال مع يعني أي مسؤول يعني بوزارة التنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، حتى نتحدث عن أهمية إيجاد يعني مركز أو جمعية مرخصة من قبل وزارة التنمية والاجتماعية، لأنه قديش مهم أيضا يشعروا أهل بهذا النوع من أنواع الأمان، إذا بدنا نسميه نوع أمان، يعني لما يكون أنا عندي داخل مساحة جغرافية قد تكون صغيرة هذا العدد من الأطفال اللي عندهم تحديات، بوجود مركز قريب يعني لا يتكلف الأهل عبء المواصلات والماديات الإضافية،
ايضا اساسي للاهل نفسهم، مش اكيد مشان يشعروا بالاطمئنان، حديثة اكثر أكيد. من الاهل حتى يشعروا بالاطمئنان. انا زي ما بعرف انه اكثر المراكز اللي بتهتم بهاي الشريعه تبعون ذوي الاعاقه هي موجوده بعمان، يعني حبذا انت زي ما حكيتي وتفضلتي انه تكون كمان بالمحافظات وتكون يعني منتشره اكثر وتكون يعني قريبه من المساكن طبعاً. الشعبيه اللي بتكثر فيها اكيد هم مثلا وزاره التنميه الاجتماعيه. هو كان في جمعيه ولكن للاسف يعني لاسباب مختلفه انا سمعت انها أغلقت. نعم. فمفروض انت زي ما حكيتي انه يطرحوا البديل انه تكون جمعيه ثانيه تفي بهاي. نعم. تفي بهاي. نعم. الغرض. سؤال لحضرتك، ما بعرف شو حضرتك يعني عندك المام بهذا الموضوع، ولكن كانت تتحدث الاستاذه ابتسام قال انه واحد من اسباب التعليم على التواصل البصري هو باستخدام الشمعه والأداحة حتى نضوي هاي الشمعه، بالمقابل وحكت انه هذا ستاندرد عالمي واحنا هم اصحاب الاختصاص، يعني احنا لا نخون احد ولا نسيء الظن يعني أكيد. باحد، ولكن اللي سمعناه انه هذا بعيد عن الصحه وبعيد عن الامور العالميه، عندك اي فكره عن الموضوع ولا نطلب ايضا من شباب الجاليري يدخلوا لنا اتصال قد يكون من دكتور له علاقه بالتربيه الخاصه؟ شوفي انا حسب معلوماتي المتواضعه يمكن هذا تخصص زي ما قلتي طبيب صحه او تربيه خاصه، بس يعني مع خلال اطلاعي والتقارير السنويه والاطلاع نعم. على النت طيب. انه في تكنولوجيا معلومات مختلفه طيب. انا اسفه على المقاطعه، رح نرجع نتحدث بس لانه الاستاذ فواز الرطروط من وزاره التنميه الاجتماعيه صار معنا على الهاتف ويعني ما عنده وقت كثير، فنرحب فيك استاذنا. يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك. يعني احنا رصدنا حاله مؤلمه جدا، ويمكن الاكثر الما في هذه الحاله عدم اعتراف، يعني احنا اكيد يعني القضيه منظوره امام القضاء، ولكن يعني في هذا التزمت ب اذا بدك بالاسلوب يعني اللي تبعته هذه المدرسه، واللي ايضا يمكن انه يتضح انها غير مرخصه، يعني لانها تحتوي حالات اعاقه واعاقه شديده. سؤالي لحضرتك، بمنطقه جديتا اللي احنا زرناها يوم الجمعة في 20,000 نسمة، في من 250 ل 300 حالة إعاقة، كان في مناشدة من الأهل، وأنا يعني للأمانة يجب أن أوصلها لحضراتكم إنه يا عمي كان في جمعية تعنى بأطفالنا اسمها جمعية لواء برقش، لأسباب مختلفة تم إغلاق هذه الجمعية. شو في إمكانية إنه حضراتكم أيضا تتواصلوا مع الأهل مع هذه المنطقة تحديدا، ونفكر بإيجاد جمعية أخرى تكون تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حتى نضمن آليات الرقابة؟ طيب شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. أول شيء بدي أقول لك جديد تتبع للواء الكورة. نعم. لواء الكورة لنا في مركز شامل لرعاية الإعاقات. شو اسمه حضرتك يمكن يكون مركز الكورة؟ نعم. قديش بعيد عن جديدة أستاذي؟ أنا لا أعلم بالأمتار، لكن جديدة تتبع لهذا اللواء، للواء الكرة. الأمر الثاني أنه لدينا مركز لتنمية المجتمع المحلي وممكن أن يقدم خدمات من هذا القبيل. بكل الأحوال سوف أتواصل مع مديرية التنمية الاجتماعية المعنية هناك لتسنى حصر أعداد ذوي الإعاقة ومعرفة ما هو المطلوب التدخل فيه. يا ريت أستاذنا. هلأ بعرف إنه وقتك لا يسمح، ولكن السؤال مطروح لحضرتك، مثلا إحنا تفاجأنا كانت الأستاذة يعني صاحبة المدرسة حكت لنا إنها مرخصة من قبل التربية والتعليم، تفاجأنا أيضا هلأ من أستاذ دويري إنه بيحكي التربية والتعليم ترخص فقط المدارس اللي تتعامل مع التحديات الخاصة البسيطة، يعني بطء تعلم ضعف سمع عشان يكون في الدمج. يعني إذا الأصل جميع المراكز الأخرى اللي تتعامل مع متلازمة داون، إعاقات شديدة أو غيرها، يجب أن ترخص من وزارة التنمية الاجتماعية. نعم يا ستي. نعم يا ستي. شكرا جزيلا، يعني أنا شاكرة لهذا الاتصال المكوكي، إن شاء الله بتكون معنا يعني في حلقات أخرى. الله يخليك، ونأمل بالفعل إنه مثلا إذا في مجال يطلعوا يعني مجموعة من الأشخاص لجديدة حتى يعني ما بعرف تشوفوا الوضع، لأنه يعني في منطقة جغرافية صغيرة جدا اللي وأنه في تنين يمكن عندهم أطفال عندهم إعاقة في نفس المبنى حتى، عرفت علي؟ فيعني مش غلط يكون في توجيهات أيضا من وزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا. ما بعرف شباب إذا حضرتوا لنا الاتصال مع الدكتور عايد التربية الخاصة حتى نتأكد من هذه المنهجيات رح يحاولوا فيها. فاللي عم تحكي في حضرتك إنه الأصل يكون في تكنولوجيا مختلفة يعني بعيدا، يعني
يعني مثلا ممكن انه بالبدايه بدائيه كانت ربما انه تتعالج بهاي الامور، بس هلا انت على الحداثه وتكنولوجيا المعلومات والتطورات اللي صارت واحدثتها العالم والمتخصصين بهذا المجال، اكيد في اسلوب بكود تقني اكثر. نعم. للتعامل مع هذه الشريحه. طيب بدي اسالك سؤال. تفضلي. ايضا للاسف يعني عم نرجع للخاص اللي هي يعني بعيدا عن العام، بس يعني بينسحب للعام، يعني اللي حصل تحديدا في هذه المدرسه، حكت المديره ان المعلمة شغلت أو يعني ضوت الشمعة بالأداحة وبعدين يعني حطت الأداحة، هل هذا نوع من أنواع الإهمال؟ بعيدا إذا الإساءة صدرت من المعلمة نفسها ولا هالطفل حرق حاله ثلاث مرات وبعدين حرق الطفل اللي قباله، إهمال إنه تنترك أداة خطرة أيضا جنب طفل لا ما عنده إدراك، وهل الإهمال فعلا مصنف إنه عنف؟ أنا بدي أحكي بشكل عام بغض النظر عن المدرسة أو غيرها. نعم. بشكل عام إنه مثلا زي ما حكينا من قبل إنه الطفل المعاق المعلمة أو المرشدة أو اللي بتقوم برعايته وهو بيكون أمامها، فهي مفروض يعني إنها تتابع معاه، يعني تتابع معاه بكل حركاته، مفروض إنها تتابع معاه بكل حركاته. نعم. يعني مثلا بشكل عام أنا ما بدي أحكي للمدرسة بالذات. نعم. بشكل عام إنه الأداحة تنترك أمام الطفل وبدون ما يكون فيها رقابة يعتبر هذا بالقانون نوع من أنواع الإهمال. أكيد. والإهمال عنف. يعني يعني سبب من أسباب. يعني سبب من أسباب. خلينا أخذنا كثير دورات على الإساءة. سبب من أسباب. الإساءة الجسدية الجنسية اللفظية والإهمال نوع رابع من أنواع الإساءة. هو سبب من سبب الإهمال. يعني أنا زي ما قلت لك إنه بشكل عام اللي بدها تقوم برعاية هذا الشخص المعاق يجب أن تعتني به، يعني تترك كل إشي، يعني هذا بيكون أمامها إنه لازم تراقبه بحركاته حتى، يعني لانه هذا يعني ممكن انه هاي الاداحه ممكن انه اخذها وعمل فيها شيء، فهذا بنعتبره يعني نوع من انواع الاهمال. بشكل عام احنا يعني انتهى الوقت للاسف، حتى الدكتور كنا متواصل معاه يمكن عنده حالات هلا، ولكن نود المشاهدين نعرف يعني الاحدث الوسائل التعليميه او التدريبيه اللي لازم يستخدموها ايضا الخبراء، ولكن يمكن هي كلمه التعامل مع الاطفال وخاصه من هاي الفئه، مش لازم الواحد إذا بده يندمج معهم يفكر إنه هو وظيفة فقط، يعني إنه علشان والله بدي أحط شوية مصاري أنا في جيبتي. إذا ما كانت رسالة من جوا بالتأكيد سيقع في مثل هذه المطبات. إضافة لذلك إنه هو عمل إنساني، مظبوط إنه عمل إنساني، بعدين لازم يكون مثلا المرشد أو المعلمة لازم يكون عنده تخصص بهاي الفئة. طبعاً. وبعدين طبعاً. في أنت زي ما تفضلتي انه في عده اعاقات، اعاقه حركيه حركيه بصريه سمعيه، لازم تكون المعلمه، نقول المعلمه اللي بدها تتعامل مع الفئه ملمه بتخصصها. مثلا في معلمه للاعاقه البصريه، معلمه للاعاقه الحركيه، يختلف يعني هلا صار في تخصصات بهاي المجال. نعم. يعني مش ممكن انه معلمه تعالج كل الحالات هاي بتاع كله مره واحده. اكيد. شكرا جزيلا لحضرتك استاذه، شرفتينا اليوم، ويعني شفتي على الهواء مباشرة كمان التحديات. أكيد. اللي احنا مواجهها بالإعلام. أكيد. يعني الله ألف عافية. أكيد الله يعطيكم العافية. وأنتوا سقفها هاي الحريات، سقفها السماء. طبعاً. وأكيد وإحنا صوتنا دائما منقول رسالتنا هي أن نكون صوت المواطن، يعني حتى لو بده يكلفنا تهديدات على مستوى شخصي أو غيره، بإذن الله تعالى يعني لن نساوم ولن نزاود على إنسانية، على الدفاع على إنسانية مواطننا وكرامته. أكيد. الرأي الآخر يعني بعدين زي ما أنت قلتي إنه هي قضية مطروحة أمام القضاء، فالقضاء هو الفيصل بهذا. نعم. الموضوع. تحياتنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ نجاة. شكرا لكم ولقناتكم القناتكم اللي دائما بتسلط الضوء على هاي المشاكل. الله يقدرنا يا رب. يعطيكم ألف عافية. شرفتينا وحضرتك القانونية المحامية والناشطة في حقوق الإنسان أستاذ نجاة التل. والمزيد من حديث اليوم وإن شاء الله يكون بعيد عن يعني هذا النوع من النقاش، فقرات تكون توعوية كمان تلبي رغباتكم إن شاء الله بعد الفاصل.